يسعد لي مساكن احبائي اليوم ما بفكرة كتير حلوة على رسم كف الإيد طريقة كتير سهلة وطريقة كتير حلوة أولا أنا يعني مثل ما شايفين أنا عملت خط متعرج يعني مثل الزيكزاك تقريبا هلا عم برسم دوائر طبعا نحن عم نرسم حنا بيطلع معانا أمور كتير حلوة يمكن نحن أوقات منزيد عليها تفاصيل طبعا فينا نعمل اي شكل نحن بيعجبنا ونرسمه واكيد حبايبي ما تنسوني من التعليقات الحلوه واذا بحال عجبتكم واهم شيء ما تنسوني من اللايك حتى توصل لاكبر عدد ممكن هلا متل ما شايفين انا عم بعمل مثل هيك شمس صغيرة كتير حلوة هلا عم بعمل مثل ورق الخريف ورسمت قلب ونجمة طبعا نحن مثل ما ذكرت فينا نزيد بعض الامور طبعاً.